حوح عقباوي، هذا الحلو التقليدي لمدينة العقبة. عليها جبنة وهيك ولا لحالها الدرة؟ لطيفة بس مش أسهل دراية بدوقها بحياتي. خلاص مسحت. من أول ما أعطيكم المغلفات راح يبلش الوقت يهد عليكم. جاهزين؟ جاهزين. 3 2 1 تفضلوا. بعد دقائق من تسليم المغلفات وصل فريق بوس لمنطقة جبل الحسين. عبدالله كمان من فريق ملك الحوح وصل لشارع المدينة، لكن لأنه لحاله فلازم يتحرك كثير بسرعة عشان ما يفقد كثير من الوقت. مرحبا، يعطيك العافية، ممكن نصور عندك شوي بعد إذنك؟ وأخيراً بعد مرور ساعتين وصل طالب ثاني أعضاء فريق ملك الحوح ليساعد عبدالله شوي. الساعة صارت 12:15 تقريباً، فريق بوس لسه ما اشترى الأدوات المنزلية اللي بحاجتها، وفريق ملك الحوح خلص استقر على المكان. هيك بنكون طبعاً الأوراق. هلأ طبعاً هدول الأوراق اللي رح نحطهم على الطاولة على الستة بتاعنا، وهلأ رح نكمل، بس ما قدرنا نصور جوا المكتبة وإحنا عم نطبعهم لأنه صاحب المكتبة رفض نصور عنده. فريق بوس عم بتسابقوا مع الزمن، وهم عم بيشتروا أدوات المنزلية وبدهم يبلشوا كثير بسرعة. وأخيرا لما صارت الساعة 1 بلش فريق بوس يبسطوا عشان تبلش معهم مرحلة البيع، وبنفس الوقت كانت طبخة الحوح عم تتجهز، وبهيك بكونوا الفريقين مستعدين تماما للبيع. بدك إياها عليها تشيز وعليها جبنة وهيك ولا لحالها الدرة؟ دينار. حوح عقباوي، هذا الحلو التقليدي لمدينة العقبة. مكونات رقاق من العجين وسمنة بلدية وسكر ومكسرات جوز زند وجوز قلب وقرفة. قبل ما الساعة تصير 3 عبدالله أخذ قرار صادم. خلاص انسحاب. الأسباب اللي بنسحب منها أنه ما توفر عندي فرن، وأنه تأخيرنا من العقبة لعمان. انسحاب فريق ملك الحوح معناته أنه فريق بوس فازوا بالحلقة. لحد هلأ ما بيعرفوا أنه فريق ملك الحوح انسحب من المسابقة، وإحنا ما بدنا نحكي لهم عشان يضل عامل منافسة موجود. خلينا نروح عندهم ونشوف شو عم بيعملوا. السلام عليكم. يا هلا عليكم. يعطيكم العافية. كيف الحال؟ كيفك؟ شو الأخبار؟ تمام الحمد لله. حلو. شايف كيف الزيت بيغلي؟ زيت. الذرة ولا بطاطا يا زيد؟ إذا ما اشتريان فور. على طول. تعال بدك كمان عليها كاتشب باربيكيو وهيك؟ لا لا. بس بهار. الساعة صارت 4، تغيير الموقع عمل حركة على بسطتهم، وإن شاء الله على نهاية الوقت تكون النتيجة على قد مجهودهم. لك جبنة كمان. اوكي تاخدي خالتي وراح تاخد منك ميس اكيد. تفضل. صحتين والف عافيه. سلام. كمان قرروا انهم يتفرقوا، وهذا خلى مبيعاتهم تزيد وتتحسن. يعطيكم العافيه. رح بلش من هون. حزين انا وزعلان. انا خير ابغى بدنا نعد المصاري. على كل حال 100 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 138 دينار زائد انسحاب. نفسي كنت اكل الحوح. هذا 1 2. مع احترامي لفريق بوس، منتجكم كمنتج كفكرة انا ما جربته لأقارن، كثير اقوى من فكرة فريق بوس، لانه دراية والبطاطا أهل عمان كلهم ماكلين دراية وبطاطا والآخري، ولكن الحوح قلال من مش بس أهل عمان، من أهل الأردن مجربين هذا المنتج. فايزين، بس بدنا برضو نعد. ألف مبروك لكم. الله يبارك فيك. هذا واحد من الأسباب برضو أنه 100 215 و17 دينار. ألف فريق، ألف مبروك. الله يبارك فيك. لفريق بوس.